الخير عليكم يا بنات، اهلا بيكم في قناه نور ودودي. لو اول مره في القناه ما تنسيش تعملي لايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده الريفيو هيكون عن كريم العين اي ميكس، هقول كل تفاصيل عنه وتجربتي معاه. انا استخدمته لمده شهر، فاقول لكم بقى ايه التجربه بالكامل. اول حاجه هقول لكم على مكوناته. اول حاجه يا بنات هقول لكم عليها، الكريم ده جل، يعني مش كريمي زي الارجنتو ما شفتوه معايا، لا الكريم ده بيبقى شفاف كده كانك بتحط جل حوالين عينك، تمام. تاني حاجه المكونات بقى بتاعته، او ايه اللي خلاني ان انا اجرب الكريم ده اول مره اجربه. المكونات بتاعته بصراحه شدتني جدا، يعني المكونات اللي فيه كتيره قوي قوي، فانا استغربت يعني ان يكون في كريم للعين لعلاج الهالات السوداء والانتفاخات والتجاعيد والحاجات دي كلها، ويبقى فيه كل المكونات الفظيعه دي. فانا جبته عشان خاطر المكونات اللي فيه بجد شدتني، يعني هو فيه الكافيين ونسبه 5%، فدي تعتبر نسبه يعني كويسه جدا. طبعا انتوا عارفين ان الكافيين ده بيفتح تحت العين وبيقلل الهالات، مفيش طبعا كريم هالات بيشيل الهالات بالكامل، بس احنا عايزين حاجه يعني تقلل حدة الهالات شوية، او اللون بتاعها لو هي غامقة قوي تبتدي تخف شوية. تاني حاجة فيه فيتامين سي وفيتامين اي، الاتنين طبعا بيفتحوا تحت العين او بيفتحوا البشرة بشكل عمومي، وكمان بيحموا المنطقة دي من الشمس، يعني انت تقدري ان انت تستخدميه وانت خارجة زي ما بتحطي سان بلوك على وشك، تبقي انت كمان بتحطي كريم حوالين العين يحميها من اشعة الشمس. كمان من ضمن الحاجات اللي فيه ان هو فيه خلاصة العرق سوس، طبعا انتوا عارفين ان خلاصة العرق سوس برضو بتفتح ومفيدة جدا جدا خصوصا لمنطقة تحت العين، وفي خلاصة الشاي الاخضر، والشاي الاخضر حلو جدا جدا برضو من الحاجات المفيدة جدا. كمان في الكولاجين، والكولاجين ده كويس جدا لعلاج الانتفاخات، وكمان للخطوط اللي بتبقى تحت العين بيعمل لها امتلاء، وللنضارة، وان هو يحارب التجاعيد. يعني المكونات كلها بجد يعني ما فيش فيها اي حاجة مش مفيدة خالص، بالعكس يعني كتير قوي. كمان في الاوميجا، والاوميجا مفيد جدا جدا للبشرة. ايه كمان في جليسرين، والجليسرين ده مرطب حلو قوي قوي، وطبعا المنطقه دي بتحتاج ترطيب على طول، ومكان الميك اب والمنطقه دي ارق منطقه في وشك كله، فبتحتاج لحاجه تبقى فيها نسبه ترطيب، فهو في الجليسرين. الجليسرين برده مرطب حلو. في الهيالورونيك، طبعا انتوا عارفين الهيالورونيك للبشره عموما حلو جدا، وبيعمل امتلاء للخطوط وبينعم البشره وبيأخر ظهور التجاعيد. هو انا عايزه اقول لكم ان اي كريم لو انت عندك تجاعيد واستخدمتيه، هو مش هيشيل اللي كانت موجوده، بس هيخلي الموضوع ما يمشيش معاكي بسرعه. لو انت عندك خطوط او كده بيبتدي يعالجها، وطبعا مع الاستمرار بيجيب نتيجه كويسه. بس في حاجات يعني ما تستخدميش الكريم وتقولي ده لو في تجاعيد هيشيلها، لا انت لازم تبتدي تاخدي بالك وتستخدميه من بدري. يعني لو انت سنك مثلا 25 فيما فوق، لازم انت تهتمي ببشرتك وتستخدمي كريمات للعين اي كونتور او كده، فما تستنيش اللي يظهر عندك خطوط او تجاعيد، الحاجات دي طبعا بتاخرها. كمان زي ما هو في الشاي الاخضر مضاد اكسده والفيتامين سي، في ماده الجلوتاسيون. مادة الجلوتاسيون دي يا بنات بتقلل اللون، يعني الهالات الداكنة او الهالات التقيلة بتبتدي تقللك اللون بتاعها. مادة السيراميد ده عشان الناس اللي بيبقى عندهم التهاب او حوالين العين او حساسية او اي حاجة من الحاجات دي، فهو بيرطب الترطيب بتاعه عالي، وبيمنع اي مشكلة من المشاكل دي اللي بتبقى نتيجة ان البشرة اصلا حساسة، او ان انت تعرضتي للشمس كتير. نيجي بقى للفوائد بتاعة المكونات دي كلها، او ايه اللي انا المفروض بعد ما استخدمه النتيجة اللي انا وصلها. النتيجة اللي انا وصلها او اللي مكتوب عليه ان هو بيفتح حوالين العين وبيقلل الهالات السوداء، كمان بيقلل الانتفاخات او بيمنع ظهورها، كمان الخطوط بينعم الخطوط، يعني مبقاش بيعمل لها كده امتلاء، فمبقاش عندك خطوط حوالين عينيكي او كده. كمان بيكافح التجاعيد، يعني لو انت عندك قابليه ان يبتدي يظهر تجاعيد، لا هو بيأخر ظهورها. نيجي بقى للاستخدام. الاستخدام يا بنات بنحط كميه بسيطه خالص، يعني حاجه كده قد الرزايه، وبتعملي بيها مساج حوالين عينيكي.
بصوا هو اللون بتاعه مش باين قوي لان هو عامل زي الجل اهو، بصوا فاتح خالص كاني ما حطيتش حاجه، وعامل عشان فيها هيلالونيك وكده، المواد دي بتبقى يعني شفافه عامل زي الميه كده يعني. فهو بالنسبه للون بتاعه هو ملوش لون لان هو عامل زي الجل. وطبعا بالنسبه للاستخدام بتاعه نقطه حاجه صغيره خالص، وبتبتدي ان انتي تحطي كده تطبطبي بالراحه خالص، ده زي مساج كده للمنطقه، وكمان حوالين عينيكي من فوق كل المنطقه دي، تتاكدي ان انتي حطيتي كويس فيها. والبشره بتتشربه بسرعه جدا لان زي ما قلت لكم هو عامل زي الجل كده وشفاف. اه هو جل يعني، هو مكتوب عليه ان هو كريم جل، فالبشره بتتشربه بسرعه جدا ومفيش اي مشكله خالص، غير بقى بعد شهر. انا تجربتي معاه ان انا استخدمته لمدة شهر، وزي ما انتم شايفين مكونات وكل حاجة فيه زي الفل، حلوة جدا جدا، بس مع الاسف ما ادانيش اي نتيجة خالص، ودي كانت الصدمة. ان انا كنت جايباه وانا مبسوطة قوي ان انا هجيب كريم في كل المكونات دي، بس انا ما حسيتش باي تغيير، وما كانش يعني ما كانش دي مشكلتي انا لوحدي، لا يعني اختي كمان استخدمته ونفس المشكله معاها. وكان في عرض عليه فاحنا جبنا اتنين، صاحبتي كمان استخدمته فسالتها بعد الشهر ايه الاخبار، فقالت لي ده ما عملنيش اي حاجه خالص، ولا كاني بحط حاجه، ولا الترطيب اللي انا كنت متوقعه. انا اصلا بشرتي جافه، فبالنسبه لي انا ما حسيتش بترطيب، مع انه المفروض ان الترطيب اللي فيه عالي جدا. كمان الخطوط يعني، انا لما كنت بستخدم مثلا كريم ارجنتو قبل ما بحط الميك اب او كده كان بيعمل لي امتلاء للخطوط، فلما باجي احط الميك اب بتاعي بحس ان المنطقه دي كده ناعمه وجميله وبتتقبل الميك اب وبقى شكلها حلو، ده ما عملش كده مع الاسف. بالنسبه للهالات ما قللهاش، وخصوصا بقى اللي هيلاحظ ده كمان اللي عنده هالات تقيله، يعني انا هالاتي بسيطه وهو ما شالش الهالات دي، فما بالكوا بقى لو حد الهالات عنده زياده مش هيحس بالنتيجه يعني اللي انا كنت متخيلاها. مشكله تانية وحصلت مع كذا حد برضو، الحبوب الرفيعه اللي بتطلع حوالين العين دي، في حبوب رفيعه قوي بتظهر لما بتكوني بتستخدمي كريم مثلا كريم البشره وبتجيبيه عند عينيكي، او كريم اي كونتور ويكون هو مش مناسب، او في حاجه في تركيبته دهون زياده، في حاجه زياده مش مظبوطه يعني. فانا حصل معايا كده، ولقيت اكتر من حد برضو اشتكى من موضوع الحبوب الرفيعه دي، فبجد انا اتصدمت جدا جدا من استخدامي ليه مع الاسف يعني. مع ان كان العرض بتاعه حلو يعني، كان القطعتين مع بعض 150، هو الطبيعي ان القطعه الواحده 150، فالعرض كان كويس والمكونات بتاعته كويسة، واللي انا يعني الكلام اللي انا سمعته عنه بما ان اي كريم فيه المكونات دي هيدي نتيجة ما حصلتش، بس مع الاسف انا بالنسبة لي النتيجة ما كانتش مرضية، او يعني شبه انها مش موجودة. فطبعا يعني انا مش هجيب كريم للعين عشان خاطر ان انا احطه ما احسش بنتيجة يعني. فنقلت لكم رأيي فيه بعد استخدام شهر بكل امانة. دي بالنسبة لي من المنتجات اللي انا مش هجربها تاني خلاص يعني، هي مرة كده، ومنصحش حد ان هو يشتري. انا بالنسبة لي النتيجة ما كانتش مرضية، غير لو انتي جبتيه وحسيتي بنتيجة كويسة اوكي كملي عادي مفيش مشكلة خالص يعني. الحاجة ممكن تبقى معانا مش حلوة ومع غيري تبقى كويسة، بس انا بقولك هي كانت تجربتي وتجربة غيري كمان. فده كان ريفيو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. حبيت انقل لكم كل تفاصيل عن المنتج ده واستخدامي ليه بعد شهر بكل امانه، اذا كان هو فعلا جاب نتيجه معايا ولا استخدمته زي ما استخدمتوش. وما تنسوش يا بنات في نهايه الفيديو لو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشير كتير عشان اكبر عدد يستفاد، وكمان اللي بيشوف قناتي لاول مره ما ينساش يشترك في القناه عشان يتابع معايا كل الفيديوهات الجديدة.